جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان. شكر جمعية النجاة وألف شكر وإسا مضياتكم ومنزل ثلة الإيمان. جمعية النجاة ساعدنا بالأكل وبالشرب والله هي تفتح لنا مجال معنا. كلا ولا بتشكر جمعية النجاة على المساعدة اللي قدمت لنا اياها. الذي والله لا يعني رمضان هالسنة اجى قاسي كثير على الجميع لانه الوضع كثير غالي، كل بندورة 35,000 العالم ما بقى فيها، يعني صارت العالم تتشارك مع بعضها تقدر تعمل جات الفتوش، يعني لو عملنا نوص بهالوضع ما بنعرف. وشكرا لجمعية النجاة. النخل والرمل نتشكر جمعية النجاة اللي قدمنا المساعدة. باللؤلؤ شكر جمعية النجاة على المساعدة اللي قدموا لنا إياها. من خالص العقيان صعب كثير كثير عيش بلبنان عنا، يعني دجاج للحم ما قدرنا نفوت، نحن يعني صايمين حلو وشام ما قدرنا أبدا هالسنة نفوت من الغلا، ما قادرين أبدا لا أكل لا شرب، مثل هلا نحن ما ظهرنا جبنا الشاي بالعيد، ما معنا مصاري، ما قادرين نظهر على السوق نجيب. بنشكر جمعية النشاب يا رب، الله يقديكم ويعملكم خير وينعد عليكم برمضان المبارك.